بسم الله وعلى بركة الله. الشوط العاشر ينطلق بحفظ الله ورعايته، وبعده الشوط الأول للثنايا بكار. سوف ينطلق بعد هذا الشوط شوط القتام للجذاع. أول المراكز أرى هنا الفائز عبد الله السبيعي على أول المراكز، وثاني المراكز أرى هنا شاهين فهد بن سالم، أو هنا تدخل من قبل الشاهم أو شهم محمد بن سعيد بن قحيز، وثالث المراكز من الجانب الأيمن حامل رقم 67. غير مدون عندنا في الكشف. نعود إلى ثاني المراكز ونعود إلى الفائز عبد الله السبيعي على ثاني المراكز وثالث المراكز. أرى هنا المتحد سالم بن محمد بن هران المري على ثاني المراكز وثالث المراكز. أرى هنا سلهود راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، وخامس المراكز وآخر نداء هذا وشاهين فهد بن سالم بن مسعود. نعود إلى أول المراكز، نعود إلى أو عذرا غير مدون عندنا في الكشف. المركز الأول محمد بن عبد الهادي الغيثاني على أول المراكز، وثاني المراكز أرى هنا تدخل من قبل الفائز عبد الله السبيعي على ثاني المراكز، ولكن أرى بن جبر على ثالث المراكز، هذا هو سلهود راشد بن ناصر بن جبر النعيمي على ثاني المراكز وثالث المراكز أو رابع المراكز. أرى المتحد سالم بن محمد بن هران المري، وأرى تدخل من قبل شاهين عبد الرحمن بن محمد بن صرير المري إلى المركز الرابع. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الفائز على المركز الأول عبد الله السبيعي على أول المراكز، وهذا هو الفائز على أول المراكز وثاني المراكز، سلهود راشد بن ناصر بن جبر النعيمي على ثاني المراكز وثالث المراكز، أرى بن صرير واصلكم عبد الرحمن بن محمد بن صرير على ظهر شاهين، ورابع المراكز محمد بن عبد الهادي الغيثاني، نعم محمد بن عبد الهادي الغيثاني، وخامس المراكز المتحد سالم بن محمد بن هران. نعود إلى المركز الأول ونعود إلى الفائز عبد الله السبيعي على أول المراكز وثاني المراكز، سلهود على ثاني المراكز، راشد بن جبر النعيمي على ثاني المراكز وثالث المراكز، أرى شاهين عبد الرحمن بن محمد بن صرير المري، وخامس المراكز ورابع المراكز، هذا محمد بن عبد الهادي الغيثاني على رابع المراكز وخامس المراكز، هذا هو المتحد سالم بن محمد بن هران. نعود إلى المركز الأول ونعود إلى الفائز على المركز الأول، يريد أن يفوز بهذا الشوط الفائز. الفائز تعود ملكيته لعبد الله السبيعي على أول المراكز وثاني المراكز. أرى هنا سلهود راشد بن ناصر بن جبر النعيمي على ثاني المراكز وثالث المراكز. أرى هنا شاهين عبد الرحمن بن محمد بن صرير المري على ثالث المراكز ورابع المراكز، أرى المتحد يقترب بسالم بن محمد بن هران المري على ظهر المتحد، وخامس المراكز محمد بن عبد الهادي الغيثاني. نعود للمركز الأول، نعود للفائز على المركز الأول عبد الله السبيعي على أول المراكز وثاني المراكز، هذا سلهود على ثاني المراكز، راشد بن ناصر بن جبر النعيمي وثالث المراكز، أرى هنا المتحد سالم بن محمد بن هران المري على ثاني المراكز وثالث المراكز، هذا هو سلهود راشد بن ناصر بن جبر النعيمي على ثاني الأوراق ثالث المراكز
ورابع المراكز أرى هنا تدخل من قبل مزعج صالح بن مطر الدوسري على رابع المراكز، وأرى السندوانة واصلكم الريان سالم بن محمد السندوانة، ولكن المتحد يتحدى الجميع على أول المراكز. سالم بن محمد بن هران المري، يا سلام يا المتحد، يتحدى جميع المشاركين. السندوانة خطير على ثاني المراكز. هذا هو الريان سالم بن محمد السندوانة ولا بن هران ولا السندوانة، ولكن أرى تدخله، أرى هنا حامل رقم 24 شاهين عبد العزيز بن صالح المري، ولكن أرى السندوانة، يا سلام السندوانة، الريان سالم بن محمد السندوانة على أول المراكز، ولكن شاهين له كلام آخر، عبد العزيز بن صالح المري على ثاني المراكز. السلام شاهين ولا الريان؟ الريان ولا شاهين؟ شاهين ولا الريان؟ الثلاثمائة متر الأخيرة، شاهين الريان، ولكن الريان ولا شاهين؟ شاهين ولا الريان؟ الأمتار الأخيرة، شاهين الريان هو الأقرب للناموس، الريان سالم بن محمد السندوانة، وثاني المراكز شاهين عبد العزيز بن صالح المري. يا سلام يا السندوانة، تهانينا وألف مبروك لصاحب الريان سالم بن محمد السندوانة لانتزاع الريان لشوط الختام، وختامها مسك. هذا هو عبد العزيز بن صالح المري، وثاني المراكز شاهين عبد العزيز بن صالح المري على ثاني المراكز. ثلاث المراكز، أول نداء لمتعب مبارك بن محمد بن رحيب بن نايف توقيت الزمني، 6 دقائق 5 ثانية 21 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لصاحب الريان سالم بن محمد السندوانة لانتزاع الريان المركز الأول في الشوط العاشر وشوط ختام الجذاع. تهانينا وألف مبروك.